يعني الجول ديال هاد النيتورك ولا ديال هاد الشبكه من بعد ما تكون، لان احنا في طريق التكوين، والتكوين يعني كياخذ واحد الوقت. دابا على المستوى حتى المستوى الاداري، يعني باش نوقفوا هاد 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 الجمعيه هذه، يعني بالناس غير متطوعين ما كاينش منهم اللي كيتخلص الى اخره، وكتحتاج الكفاءات وكتحتاج لواحد الخبره، كيحتاجوا بزاف ديال الاشياء اللي خصنا نقلبوا عليها ونجيبوها وخصها تخدم بدون مقابل. هذا هذه مساله اللي طويله جدا. سي ابراهيم اسمح لي لا قطعتك، كلام كله على صواب وكلام كله سمعته من عند سي ابي سرور، والبايلوز كلهم فهمناهم، ولكن احنا ماشي في هذه النقطه هذه. احنا دابا تخلاق ماك ورحبنا به وكنتمناو ليه يعني مستقبل ظاهر زاد لقدام، ماشي السؤال ديالي ما كانش علاش تخلاق ولا كيفاش تخلاق ولا شنو هما المسائل اللي كيتطور فيها ولا الظروف ديالو ولا شي غير ملي شت انا بورد اوف تراستيز وبورد اوف اكزيكوتيفز، خصني نعرف شنو واش صوبوا شي برنامج اللي يعني غادي يمكن لي انا وانت والاخر والاخر يندمج فيه. هذا هو السؤال ديالي، واش كاين برنامج، كاين اون فيزيون، كاين اون فيزيون سي حسن. ما كنطلب حتى شي تعقيب ولا شي يعني شي تعريف بشنو هو ماك ولا شي حاجه، بغيت غير نفهم واش كاين واحد البرنامج اللي يمكننا نبداو منه ديجا. انا ما بغيتش نرجع للتاريخ. ثانيا اونتر بارونتيز سي ابراهيم، واش ماك ولا امانه؟ تكلمتي معايا انا يعني انت كتكلم على ماك بصفتك عضو مع ماك ولا مع امانه؟ لان ملي قدمتي دابا هاد نفسك قدمتي بانك عضو فعال في جمعيه امانه اللي هي من نورثرن فيرجينيا. بغيت غير نعرف. انا 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 عضو مؤسس ديال امانه وعضو مؤسس في ماك. يعني هذه مسألة يعني غير اونتر بارونتيز هذا هو الجواب. لا باش نكمل انا غناخذ غير واحد دقيقة باش نكمل المسألة. بالنسبة للسؤال اللي كطرحوا انت دابا الجواب عليه هو ان ماك من بعد ما تكون هذا البورد اوف دايركتورز ماشي بورد اوف تراستيز ودار هذا الاكزيكوتيف كوميتي وتخلقوا واحد المجموعة ديال لي كوميتيز، لحد الآن باقي ما دار حتى شي اجتماع ديال البورد. ها وحده، لان عاد جينا جا رمضان دخلنا خدامين خدامين على مستوى يعني ان بزاف الخدمه كدار على مستوى اللجان، ولكن باش ندخلوا ونحطوا شي حاجه كبورد وي هاد وي سوبوز تو هاف ميتين اون ذا 10 نو اون ذا 8 اوكي. حسن عنده واحد التعقيب على الشيء الى اخره. فاحنا باقي خدامين في هذه المساله هذه، والا كان ممكن نضيف كلمة اسمح لي الله يخليك. الكلمة اللي بغيت نضيف هي كيف كنقول كنلخص، ان بعض المرات كنقدروا نهضروا بزاف وكنقدروا ما كنكونوش ماك ولا هاد الشبكة is created specially to inform, motivate and activate Moroccans to work in their common interest. الحمد لله. اوكي حسن الاول ومن بعد مدام لينا. دائما في نفس السياق وفي نفس الصيغة اللي كنعرفها سي ابراهيم، راه الخلط الموجود الحاضر اليوم هو شنو هي ماك؟ لان هذا سؤال تطرح، يمكن لي انا دابا هذه فرصه باش يمكن لي نجاوبك طرف من السؤال ديالك، ويمكن لي نجاوب واحد الطرف كبير وفي الطرف اللي تقدم به الاخ هو شنو هي سبب التاسيس، وكاين واحد الناس مقلقين واحد الناس عندهم عدد كبير ديال التساؤل. هو هذا اللي خلى استعجال احنا نقبلوا اننا نجيو اليوم لهاد. اما عاده احنا خصنا نختاروا الوقت اور تشوزن تايمين تو كم اند دو ا بروغرام لايك ذيس. احنا جينا في واحد الوقت اللي هو يا احنا ما مستعدينش لهاد الاسئله كلها. انا باقي ما ساليتش فيما يخص ان شنو هما غادي نعملوا، شنو هما المخططات، شنو هي اور فيجن. اور فيجن از كلير اليوم تيجاوب على اور فيجن. الهدف ديالنا اليوم تيجاوب عليه، وان هاد الناس هادو كلهم عندهم شغلات وحاضرين، وانهم جايين بانهم يتلاقاو ويتجمعوا. ان اتس نيتوركينغ وي دو ات افري داي، تنعملوها في جميع المناسبات. اش غادي يمكننا نعملو؟ راه حنا ملي تقول هادي
لجنة ثقافية واجتماعية. هذه اللجنة الثقافية والاجتماعية راه ما يمكنلهاش تخلق مهرجانات وتقات تنوط التجارة. هذا الشيء راه تتعمل على مستوى الجمعيات. ربما هذه اللجنة هذه تتكون عندها لجنة استشارة فهمتي، ولا لجنة تنسيق مثلا، ولا جاء خبير من المغرب جاي لواشنطن، حنا تنسهلوا له على انه يوصل للكولورادو وانه يوصل لكاليفورنيا وانه يوصل ليوستن. يعني هذا هو الكوردينيشن. الكوردينيشن اتس ا نوت فيجن. الفيجن اللي جاوب على السؤال ديالي قال لي مازال ما نعقدش بريف الا كان ممكن بلا ما نبقاو نرجعوا كيف تخلق ما كلش دار نزيدوا القدام، لان قالوا البيبي تزاد، اذا تزاد خصو يتردع، خصو اش غادي ناكلوه اش غادي نعطيوه باش يكبر. اوكي اللي كنشوف انا اكشن بلانز، هنا كاينين دي زوبجيكتيف اللي لا كان ممكن ماك يعيط على الناس جو سوي بريت الا كنت هنايا في المغرب، لان تنسافر شي شويه بزاف، نحضر معكم اللي نقدر ندير مثلا، لان نتوما كتقولوا شبكه، هذيك الشبكه فيها النيتوركين كيخصها الناس اللي يمكن يشتغلوا في ذاك الميدان اللي يقدروا يعطيكم. بحكم اشتغلت فينكم في محل ديال التنسيق باش تاخذ خبرات من العالم كله، ماشي شي حاجه سهله، ولكن نقدر كيفاش نبارطاجي معكم هذيك الاكسبيريونس هذه. اذا الا كان ممكن ان ماك غادي تحط لي زوبجيكتيف، اوبجيكتيف نيميرو 1 افيك دي بريوريتي، وات ار ذا اكشن بلانز، فهذاك الاكشن بلانز اكتيفيتي وات نيدز تو بي دان، ميتين دي كذا اللي خصنا نيتو دا غنحطوا فيه، باغي نسقوا الاعمال التربويه اللي كتقوم بها اكس وي غريغ وزيد كلهم نجمعوهم في وحده، الاعمال الخيريه اللي كديرهم اكسيتيرا. المهم هذاك الاكشن بلانز هما من غيحطوا داك الاكشن بلانز غادي يقولوا غادي خصنا شي حد خصنا ساينتست خصنا شي واحد اللي كيست اكسيتيرا. دونك اكشن بلانز اللي كنطلب من ماك يوضحوا، ومن بعد يصيفطوا لنا باغ ايميلز وقلنا هو كان بارتيسيبيت ان اوردر تو ميك ذيس اكتيف فيربال ووردز، ماشي يبقى غير في الفراغ. يعني وات كان بي دان. Madam Fatima Kharbash, can you please introduce yourself briefly in state of questions? فاطمة خربوش، عندي جوج نقاط وعندي واحد الاقتراح إلى كان ممكن طبعا، وكان أعتقد أنه غادي يكون ممكن. النقطة الأولى بطبع كاميرا غادي نركز على المشاركة النسائية، وهاد المشاركة بطبع ما خافي على حتى واحد فينا كمغاربة وكناس كنعيشوا في أمريكا، أن كاين حركية كبيرة في المجتمع المغربي، فبطبع خص هاد الحركية وهاد المشاركة النسائية اللي كاينة في المغرب تكون هنا كذلك بنفس القوة وبنفس، لأن احنا كنا هنا كمغاربة أمريكيين طبعا عندنا أهداف في المستقبل إن شاء الله، كيف ما تقال أننا إلا ما قديناش نوصلوا لشي أهداف أننا على الأقل غنخليوها لولادنا، وهذه نقطة مهمة بزاف. وعلى ذكر المشاركة النسائية، تحت لي الفرصة أنني نحضر اجتماع واحد ديال إنجاز، كان قبل منه اجتماع آخر تقريبا عام هذا. الاجتماع اللي حضرت له طبعا كان كلام جميل، كانت رؤى مختلفة، وكان أخذ ورد، ولكن مع الأسف لحد الآن ما شفنا حتى شي حاجة أو شي كان من المتفق عليه أن في العيد تكون واحد المشاركة وتفتح المجال للناس المغاربة أنهم يتعارفوا ويجيوا ناس أخرين، ما تمش لحد الآن. أنا ما تنتقدش ولكن تنلوم هذا إنجاز، هذه ماشي معك. إنجاز طبعا تنلوم. بالنسبة للإنجاز، بالنسبة للماك، عندي نقطة كذلك في نضيفها. بالنسبة سمعت على أنها مجلس أو الجمعية التنسيقية تترحب بالناس كاملين، وفي نفس الوقت سمعت على أنها كتوج جمعيات مختلفة، فاللي بغيت نعرف مثلا الناس اللي غادي يلتحقوا واش غادي يلتحقوا كأعضاء في الجمعيات اللي كتوجها ماك، ولا غادي يلتحقوا الماك حسن غادي يجاوب كإطار. الاقتراح ديالي هو، عندي اقتراح هو، أن كنعرفوا أن الناس في أوروبا، المغاربة في أوروبا تبارك الله محركين بزاف، وعندهم تراكمات في التجارب ديالهم، واش ما يمكنش نستافدوا منهم عبر الإيميل؟ كاين تواصل دابا سهل الحمد لله، وغادي نستافدوا منهم، وغتحنا الفرصة أننا غادي نقفزوا على الوقت، بمعنى ما نطولوش بزاف باش نوصلوا نتائج. أعتذر على الإطالة وشكرا. أوكي. حسن يجاوب على السؤال.